بيتي انهفت، بيتي انهفت بقى بس عند اطفال سته. ماكو احد يعني هسه ذولا يعني ماكو حكومه لا اجى واحد ساعه. بعد مرور اسبوع على فاجعه مستشفى ابن الخطيب في بغداد، ما زالت تداعياتها تلقي بظلالها الثقيله على المشهد المأساوي وتعكس الحاله المزريه التي وصل لها القطاع الطبي في العراق وفقا لصحيفه الجارديان. بيد أن عدم عثور ذوي الضحايا على أقاربهم أضاف بعداً جديداً للمأساة عقب تنصل الحكومة من مسؤولياتها واتهام لجانها التحقيقية مرافقي المرضى بالتسبب بنشوب الحريق. أنا أخوتي راحوا ثلاثة، أخوتي اثنين ومرت أخوي ثلاثة. رحنا البارحة يلا طلع تحليل، أخذوا من عندنا ميزين طلعوا عندي أخوي وزوجتي، وبقى عندي واحد مفقود لا بتحليل طلع ولا لقينا له اثر. يعني هذا المستشفى لا مسؤول اجى علينا، لا واحد اجى علينا، لا قال ذولا شو سني. يعني انا هسه ذولا اخوتي انا شلون يعني؟ بقى بس اخوي مفقود ما ندري بيه، محترق وضامينه، فاقد الوعي، مسافرينه، ما تايه علينا، لا مسؤول حضر، لا واحد اجى، لا حكومه، لا واحد ناشد، لا واحد خابر، لا واحد ابد. يعني مضمومة السالفة بالاعتبار كودا ماكو حكومة. جملة تلخص الكثير عن واقع العراق الجديد المبتلى بهشاشة النظام الحكومي وآفة الفساد. فلم يكن مستشفى ابن الخطيب الذي طوقته النيران والإهمال على حد سواء استثناء. هذا المستشفى تاي لا بي مطفيات، لا بي واحد عناية، لا بي دكتور بي حظ، لا بي فرشي، لا بي مضمد يبدل القنينة، يعني يبدلها المرافق ماله، مرة تبدل القنينة. أسألكم بالله، يعني هو هذا عمل له صوتي يوصل وين ما كان؟ لا جانا وزير، لا جانا غيره، لا جانا مسؤول، لا تفتيش على هالمستشفى، وقال هذا المستشفى شنو البي أطفائيات ماكو. ومع استمرار مسببات هذه الفواجع ستستمر الأهوال التي يعيشها المواطن، وسيبقى العراقيون ضحية الفساد الذي يدفعون ثمنه بأرواحهم يومياً.